الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى تفسير سورة التكوير، الآية الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. سورة التكوير سورة مكية، أي نزلت بمكة. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. قال ابن كثير رحمه الله: وهكذا رواه الترمذي عن العباس ابن عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق به، صححه الألباني في الصحيح. هذا حديث صحيح، صحح الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيح. قوله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أظلمت، كورت أظلمت. وقال العوفي عنه: ذهبت. وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت. وكذا قال الضحاك وقال قتادة: ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جبير: غورت. وقال الربيع بن خثيم: كورت يعني رمي بها. وقال أبو صالح: كورت ألقيت. وعنه أيضا: نكست. وقال زيد بن أسلم: تقع في الأرض. قال ابن جرير رحمه الله، أي في تفسيره: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض. فمعنى قوله تعالى كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. إذن هذا القول يشمل هذه الأقوال التي وردت عن السلف، أن كورت بمعنى جمع بعضها على بعض، ومنه كور العمامة، فالعمامة يجمع بعضها إلى بعض ثم تلف على الرأس، كذلك الشمس يجمع بعضها على بعض وتلف ثم يرمى بها، أي في النار كما سيأتي الحديث. فإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها.
وروى ابن أبي حاتم بسند عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا الشمس كورت قال يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله ريحا دبورا فتضرمها نارا. هذا فيه مجهول. وكذا قال عامر الشعبي. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن يزيد بن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى إذا الشمس كورت قال كورت في جهنم. وروى الحافظ أبو يعلى في مسنده بسنده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. عقيران يعني مذبوحان. قال ابن كثير هذا حديث ضعيف لأن يزيد الرقاشي ضعيف وكذا درست ابن زياد الراوي عنه ضعيف. قال والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة. ما الذي رواه البخاري رحمه الله؟ روى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. انفرد به البخاري وهذا لفظه الشمس والقمر يكوران يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت أي يجمع بعضها على بعض ثم تلف فعندئذ يذهب ضوءها. هل يلقى بها في النار؟ ذكر رحمه الله رواية البزار قال وقد رواه البزار فجود إيراده بسندي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه حدث في مسجد الكوفة وجاء الحسن البصري رحمه الله تعالى فجلس إليه فقال أي أبو سلمة حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامة. فقال الحسن وما ذنبهما؟ فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أحسبه قال وما ذنبهما ثم قال لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. هذا الحديث حديث صحيح وزيادة في النار زيادة صحيحة صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إن الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامة. فقال الحسن وما ذنبهما؟ فعندئذ قال له أبو سلمة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تقول ما ذنبهما؟ سكت الحسن رحمه الله تعالى تسليما لأن هذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. العلماء رحمهم الله أجابوا عن هذا الإشكال وهو وما ذنبهما؟ لأن بعض الطاعنين في السنة يطعنون في هذا الحديث أيضا. إذن الشمس والقمر سيكونان يوم القيامة مكوران وثوران عقيران كما قال صلى الله عليه وسلم في النار. إذا ما معنى في النار؟ معنى في النار أي تبكيتا لعابديها تبكيتا لعابديها لأن هناك من يعبد الشمس والقمر فيكونان في النار تبكيتا لعابديها وأيضا مادة للعذاب أي في النار فيكون مادة للعذاب أي للكفار عياذا بالله. وهكذا قال ابن رجب رحمه الله حيث قال من أجل ذلك
يقذف في يوم القيامة بالشمس والقمر في النار ليكون مما توقد به النار تبكيتا للظالمين الذين كانوا يعبدونها من دون الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، انكدرت أي انتثرت، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا الكواكب انتثرت. وأصل الانكدار الانصباب، فهذه النجوم ستتناثر وتتحرك عن أماكنها. قال الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال ست آيات قبل يوم القيامة: بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت، يعني الأرض تحركت واضطربت، ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض. وإذا الوحوش حشرت أي اختلطت، وإذا العشار عطلت أي أهملها أهلها، وإذا البحار سجرت. قالت الجن: نحن نأتيكم بالخبر. فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج. قال: فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدع واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا، فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. قال رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن أبي حاتم ببعضه. قال وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم والحسن وأبو صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله تعالى وإذا النجوم انكدرت أي تناثرت، وعن ابن عباس أي تغيرت. وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا النجوم انكدرت أي انكدرت في جهنم، وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى وأمه ولو رضي أن يعبد لدخلها. رواه ابن أبي حاتم بالسند المتقدم. كما ذكرنا لو صح هذا فيحمل على أن هذا تبكيت لعابديها، وأيضا مادة عذاب، فالشمس ستكون في النار عذابا للكافرين، وكذا القمر. وإذا الجبال سيرت، سيرت يعني زالت عن أماكنها، ونسفت فتركت الأرض قاعا صفصفة يعني مستوية ليس فيها معلم وليس فيها مكانا مرتفعا، وإنما كلها أرض مستوية واحدة. وإذا العشار عطلت، قال عكرمة ومجاهد عشار الإبل، عطلت يعني تركت وسيبت، وإذا العشار عطلت يعني تركت وسيبت. وقال أبي بن كعب والضحاك أهملها أهلها، عطلت أهملها أهلها. وقال الربيع بن خثيم لم تحلب ولم تصر، تخلى منها أربابها. وقال الضحاك تركت لا راعي لها. قال ابن كثير والمعنى في هذا كل متقارب، والمقصود أن العشار هي أن العشار من الإبل وهي خيارها، والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر واحدتها عشراء، ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع. قد أشغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفضع الهائل، وهو أمر يوم القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها. وإذا العشار عطلت يعني أهملها أهلها،
بعد أن كانوا راغبين فيها بسبب ما دهمهم من أمر القيامة، أمر مفظع هائل. وقيل بل يكون ذلك يوم القيامة، يراها أصحابها كذلك لا سبيل لهم إليها. وقيل في العشار السحاب تعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا. وقيل إنها الأرض التي تعشر، يعني يؤخذ منها العشر. وقيل إنها الديار التي كانت تسكن تعطلت لذهاب أهلها. يقول ابن كثير حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة، ورجح أن الإبل أنها الإبل، وعزاه إلى أكثر الناس. إذن المقصود بالعشار هنا الإبل، وهذا قول أكثر المفسرين. قال ابن كثير رحمه الله: لا يعرف عن السلف والأئمة سواه، والله تعالى أعلم. يعني هذا القول لا يعرف عن السلف والأئمة غيره. ما المقصود بالعشار؟ الإبل. وإذا العشار عطلت، أي الإبل عطلت، أهملها أهلها لما دهمهم من الأمر الفظيع الهائل، وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها. وإذا الوحوش حشرت، حشرت أي جمعت، وإذا الوحوش حشرت أي جمعت كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض، يعني ما من دابة تدب على الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سبحان الله، يعني يجمعون هذه الدواب، حتى الحشرات والذباب، هذا كله سيجمع ويحشر إلى رب العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحشر كل شيء حتى الذباب، حتى الذباب يحشر. لا إله إلا الله. رواه ابن أبي حاتم. وكذا قال الربيع بن خثيم والسدي وغير واحد. وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية، فيقضي الله فيها ما يشاء. وقال عكرمة: حشرها موتها. وروى ابن جرير بسندي عن ابن عباس: حشرها موتها. وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس، فإنهم يوقفان يوم القيامة. قال ابن جرير رحمه الله: والأولى قول من قال حشرت جمعت. يبقى ابن جرير رحمه الله اختار من هذه الأقوال قول جمعت، وإذا الوحوش حشرت أي جمعت. قال الله تعالى: والطير محشورة، أي مجموعة. قوله تعالى: وإذا البحار سجرت. عن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. فقال: ما أراه إلا صادقا، والبحر المسجور، وإذا البحار سجرت. وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الرياح الدبور فتسعرها وتصير نارا تأجج، يعني البحار، يعني إذا ألقيت الشمس والقمر في النجوم في البحر يرسل الله ريحا دبورا تسعرها. وهذا مضى. وروى ابن أبي حاتم عن معاوية ابن سعيد قال: إن هذا البحر بركة، يعني بحر الروم اللي هو البحر المتوسط، وسط الأرض، والأنهار كلها تصب فيه، والبحر يصب فيه، وأسفله آبار مطبقة بالنحاس، فإذا كان يوم القيامة أزجر. قال ابن كثير: هذا أثر غريب عجيب. وقال مجاهد والحسن: سجرت أوقدت. وقال الحسن: يبست، يعني ذاب ماؤها. وقال الضحك: وقتاد غاض ماؤها فذهب فلم يبق فيه قطرة. وقال الضحاك: سجرت فجرت.
وقال السدي فتحت وسيرت. وقال الربيع بن خثيم سجرت أي فاضت. سجرت يعني أشعلت نارا، سجرت يعني ذهب ماؤها ولم يبق فيه قطرة، والله أعلم. وقوله تعالى وإذا النفوس زوجت يعني جمع كل شكل إلى نظيره. وإذا النفوس زوجت جمع كل شكل إلى نظيره، كقوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني وأشباههم. وروى ابن أبي حاتم بسندي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإذا النفوس زوجت قال الضرباء، يعني كل إنسان وضريبه، ضريبه يعني شبيهه ومثيله، كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله. نسأل الله العافية. إذا يعني تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وأهل النار الجبارون المتكبرون، كل واحد منهم شبه الآخر. قال وذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، قال هم الضرباء. وأيضا قال عمر رضي الله عنه وقد خطب الناس وإذا النفوس زوجت قال تزوجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم. وفي رواية هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار. وفي رواية النعمان سئل عمر عن قوله تعالى وإذا النفوس زوجت قال يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار، فذلك تزويج الأنفس. وفي رواية أن عمر رضي الله عنه قال للناس ما تقولون في تفسير هذه الآية وإذا النفوس زوجت، فسكتوا. قال ولكن أعلمه هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة والرجل يزوج نظيره من أهل النار، يعني يكون معه يعني. ثم قرأ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وعن ابن عباس وإذا النفوس زوجت قال ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة. وعن مجاهد قال الأمثال من الناس جمع بينهم، وكذا قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة واختاره ابن جرير، قال ابن كثير وهو الصحيح. إذا ما معنى وإذا النفوس زوجت؟ يعني كل إنسان سيقرن بمثيله، الرجل الصالح مع الرجل الصالح، الرجل الفاسد مع الرجل الفاسد، كل إنسان، المتكبر مع المتكبر والكافر مع الكافر وهكذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن كثير هناك قول آخر، وإذا النفوس زوجت روى ابن أبي حاتم بسندي عن ابن عباس قال يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين ومقدار ما بينهما 40 عاما، فينبت منه كل خلق بلي من الإنسان أو طير أو دابة، ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه الأرض قد نبتوا، ثم ترسل الأرواح، يعني كل إنسان سترسل إليه روح فتتزوج الأجساد. فذلك قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، كذا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري أيضا. وإذا النفوس زوجت أي زوجت بالأبدان، الأرواح زوجت بالأبدان، كل بدن ستأتيه روح. وقيل
زوج المؤمنون بالحور العين وزوج الكافرون بالشياطين، قال حكاه القرطبي في التذكرة. والله سبحانه وتعالى أعلم. نكتفي إن شاء الله بهذا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.